السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاثنين 21 أكتوبر، صبحكم الله بالخير. أنا هذا الصباح ماشينا الآن في شارع الأمير سلطان سابقا، أو شارع الأمير سلطان ما زال، هو شارع 30 العلية. الآن على يمين كان أسواق الجوهر زمان، والآن طبعا أسواق الفيصلية وعمارة الفيصلية، الكوارتر كله الفيصلية. على يسارنا عمارة مشاعل خليج، وعلى يميننا عمارة الفيصلية، مجمع الفيصلية الآن بالضبط، وفندق الفيصلية. ما حيبان معنا كثير، يمكن لما ناخذ اليوتيرن ونعود هذا ايش، مقفول ولا مسموح؟ قافلين وقفل عشان يحدوا من الناس دخولهم الهاي واي، هذه الطريقة المثلى، هذا يحدث في السعودية. الله 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 الله، الساعة 6 حادث من الصباح ولا ايش؟ ايش الزحمة هذه في النفق؟ الساعة ما كملت 6. نعود التسجيل. طبعا احنا كمان ايش الزحمة هذه على الصباح هذا كذا، والدوريات ايش الحكاية؟ طريق الملك فهد الدائري الشمالي الان بالضبط، احنا مع تقاطع التحلية، النفق هذا فوقنا شارع التحلية، على يميننا يكون شارع العلية العام، وعلى يسارنا برضو حي العلية. طريق الملك فهد يوازي طريق شارع العلية العام، اللي هو في الأساس اسمه طريق الملك فيصل، بس الناس يعرفوه بالعلية أكثر من الملك فيصل. كذا ضيق صدرنا، احنا طالعين في الوقت هذا عشان نصور بعيد عن الزحمة، لكن ظهر انه الزحمة مكتوبة عليه. لسه بدري يعني، ماني فاهم ليش الزحمة هذه. على العموم الان الشارع اللي جاي هذا شارع اللي على اليمين موسى بن نصير، هذا شارع موسى بن نصير اللي عدى على اليمين. هنا عندنا مجمع الحليب الطبي، منطقة هذه منطقة راقع جدا. هذا ثالث برج ضخم اللي جاي على اليمين، بني في الرياض، وبرج الأمير العنود، برجين متشابهة جنب بعض، حيبان معنا أكثر في الرجعة، رغم أنه شايف الساعة 6:15 والدنيا زحمة. Something you don't see much. طيب هذه هنا حنلف من هنا، حنسوي اليوتيرن حقنا من هنا، من شارع التحلية، آسف شارع العروبة. الآن هذا طريق الملك فهد، طلعنا منه التقاطع الجاي تقاطع العروبة، على يميننا المملكة The Kingdom Tower، وأمام التاور على شارع العروبة في العلية مول اللي هو باين على اليمين الآن. حنرجع بس نشوف الطريق، والله الطريق إن شاء الله سالك، ما أدري يعني، إحنا مصورين بالقصد بالوقت هذا بالتحديد علشان نبين جمال المنظر. هذه ثالث العمايل الضخمة في الرياض، برج الأمير العنود واضح هنا أكثر من الأول، وطبعا حيجي وراء كم برج صغار.
وعلى اليمين ما في شيء يذكر، كلها بنايات وعماير عادية جدا. الآن احنا تقول الآن في منتصف مدينة الرياض في عام 2012، لأن من 20 سنة كان هذا يعتبر آخر الرياض من اتجاه الشمال. طبعا المنظر غني عن التعليق، أي إنسان حيعرف أنه العمارة المنكورة هذه اللي جاية على شكل قلم أو يعني هذه عمارة الفيصلية، أول بناء حديدي بزاز يتم، والعماير اللي جاية طلعت بعدها عمارة الفيصلية أعلى بس لأنها جاية في مستوى منخفض. العماير اللي قبلها كانت على اليسار، هذا مشروع جديد اللي هو التحلية أو الإسكان. النفق هذا عدينا قبل شوية اللي هو تقاطع شارع التحلية. صباح الخير، ايش اخبار الاغاني معنا؟ انا كنت بمثلنا ايش يقولون. ايوه خذها من اصلها، يعني انا اساس ما احبش محمد فؤاد فهو كويس خذها من اصلها. على العموم الشارع اللي جاي على اليمين وعلى اليسار اللي هو كنا فيه قبل شويه تاع شارع الامير سلطان او شارع الثلاثين، ياخذ الرياض من الشرق للغرب، من الغرب للشرق. احنا الان متجهين من الشمال للجنوب، متجهين لوسط الرياض القديم. نكتفي الى مركز الرياض اللي هو قصر الحكم. الآن والله ما أدري كم وصلنا، بس في 7 دقائق إحنا طبعاً حتكون our episodes أو حلقاتنا عن مدينة الرياض will be in 10 minute time، 10 دقائق الحلقة. will be talking sorry for us to for my viewer and follower English language speakers. I'm sorry I just forgot about you for the time being. But now, right now we are in the central what they call Medan in Riyadh, they call it Cairo Square, central square. Of course our square is for cars. It's hardly you can see, you can have a beautiful view, nice looking, but there is no place for walking between this highway or crossing this kind of far. Anyhow, in our right hand side will be coming the Intercontinental Hotel. It's one of the oldest hotels. Exactly, I lived in this Ulaya area starting 40 years ago, and desert, nothing there. Anyhow, what I want to say about the Intercontinental Hotel in front of the Ministry of Interior, you just was on the left hand side. The Intercontinental Hotel has a golf court with 9 holes. Just imagine this hotel, it's been there for 40 years. We have golf in Riyadh 40 years ago. Right now I believe we have 4 or 5 golf courses. Two of them is international, 18 holes plus. Anyway, let's put the golf away. We're still in Riyadh. This is used to be now the area we call Al Murabba, and on the left hand side this was the end of Riyadh, and this is Al Mahdar Road we just passed in the back. Here in the right side you will not see much building like what we saw before. It's kind of smaller. And in the left hand side is the immigration, here where you issue your passport. Something nice to know, it's really to issue a passport in Saudi Arabia, it won't take you more than 2 days if you get your documents set, national ID, photo, and the will, and I believe 200 riyal or so. Really, this time of day is nice in Riyadh. You can see in the left-hand side, rush hour started. Maybe it will caught us in the back.
coming back, but maybe.